احكم على حاجه في اقل من 30 ثانيه سريعا كده. يعني حدوته برونو سافيو مش ازاي. امبارح ظهر المحترف البرازيلي برونو سافيو في تدريب النادي الاهلي، خاض برنامج تاهيلي مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وده علشان الراجل يكون متعافي من الاصابه اللي عنده في الركبه. برونو سافيو بقاله حرفيا حوالي شهرين خارج تشكيل النادي الاهلي الاساسي او الاحتياطي تماما، بل والاكثر من كده ان المدرب كولر اعلن استبعاده من كاس العالم للانديه، ودي كانت مفاجاه شديده، وكان الموضوع فني في المقام الاول. اللي تردد قبل البطوله ان يعني امور كده غير معلومه وراء استبعاد برونو سافيو، اللي اتقال ايضا في الفتره الاخيره انه اللاعب بيطالب بتحديد مصيره سواء بالمشاركه او ان هو مش هيشارك او ان هو هيرحل في اي دوري، ما زال فتره القيد مفتوحه. في تمهيد لرحيله، في تمهيد لرحيل برونو سافيو بشكل نهائي عن القلعه الحمراء. وانا بقول لكم برونو سافيو انتهت علاقته بالنادي الاهلي بشكل فني. الراجل واضح انه محبط، لم ولن يشارك الا نادرا في المباريات، واضح ان مستر كولر على غير قناعه بيه. طيب هنشوف معاكم الامور هتروح بينا على فين خلال الايام القادمه. هنشوف الدوريات، هل هنشوف ممكن برونو سافيو بينتقل لدوري تاني لفريق تاني، كل ده هنتابعه معاكم. ولكن دايما بنقول لكم لما بيكون في مؤشر علشان الحدوته ما تكونش مفاجاه، في مؤشرات لبعض الامور اللي يحاول يعمل نفسه ان هو مخبي عينه عنها او مش شايفها، لا مش صح. كل مؤشر في اي نادي بيكون مخليك شايف الحدوته رايحه على فين، الصوره رايحه على فين، وضع اللاعب ده ايه، وضع الفريق ده ايه، علاقه اللاعب ده بالمدير الفني ايه. كل الامور دي بتصب في حاجه لازم دايما نسلط الضوء مع حضراتكم عليها.